الآن نتحدث عن المحور الرابع من محاور هذه المحاضرة، وهو يتحدث عن الفروقات بين التسويق الشبكي متعدد المستويات والتسويق الهامي. وهذه المقارنة ضرورية جدا، لأن كثير من الفتاوى كما ذكرنا تخلط بين التسويق الشبكي والتسويق الهامي. فنحن قمت بعمل هذه المقارنة من عدة نواحي حتى يتضح للعلماء المفاضل ومشايخنا فرقا بين التسويق الشبكي والهامي، فيتوقفوا عن هذا التعميم الحاصل في الفتاوى التي نراها بالقول التسويق الشبكي من قوسين الهامي حرام شرعا. الفرق الأول من ناحية المنتجات. الآن من الأعضاء اللي مسجلين في شركة ديكسن ما يعرف شنو هي المنتجات أو ما جربها؟ مستحيل، لا يوجد. كل الأعضاء الموجودين في شركة ديكسن لابد أن يكونوا جربوا هذه المنتجات على الأقل، اللي هي المنتجات الاستهلاكية مثل هاي الصابونة، مثل معجون الأسنان، مثل الشامبو، مثل القهوة، مثل الشاي والكاكاو. هذه منتجات استهلاكية يومية لا يخلو منها بيت. بالتالي المنتجات حقيقية واستهلاكية. هاي صورة المنتجات، هاي صورة القهوة، صورة الشامبو. بينما في التسويق الهرمي أما أن لا يوجد منتج أو أن يكون المنتج أو البضاعة ليس لها قيمة. كيف يعني لا يوجد منتج؟ يعني تأتي الشركة تقول لك سجل أشخاص تحتك. طبعا في النظام الهرمي، النظام الهرمي يحق لك تسجيل عضوين بس، فهو النظام يكون ثنائي، فأنت في الجيل الأول تسجل عضوين بس، وبعضها يسجلون أعضاء بعدها، يسجلون أعضاء أيضا، كل شخص يحق له يسجل اثنين، فتكون المصفوفة أو شكل الهرم ثنائي. بالتالي البضاعة اللي يوعدوهم بها يقول سجل عدد معين من الأشخاص، وبعدين ممكن أوعدك أنه أملكك سبيك الذهب. طيب هذا في أي مرحلة؟ حينما تصل النقاط إلى أي حد؟ كل هذا غير معلوم، كل هذا مجهول. يوعدك بشيء مستقبلي دون أن يحدد كمية أو مقدار النقاط اللي أنت ممكن تجمعها حتى توصل لهذا الشرط، أو متى ممكن أن أنت تحصل على هذه السبيكة الذهبية، أو أنه يقول لك يعطيك بضاعة ليس لها قيمة. بعد أن تسجل مجموعة من الأعضاء ويسجلوا أعضاء تحتهم تتكون شبكة كاملة، يعطيك المنتج يقول لك ملكناك هذا الموقع الإلكتروني أو هذا الإيميل. طيب إحنا أي شخص من عندنا يستطيع أن يدخل على أي موقع من المواقع اللي تطرح خدمة الإيميلات ويتمكن أنه يعمل إيميل مجاني خلال دقيقة واحدة؟ طيب ليش هذا العمل؟ ليش هذا الجهود؟ وليش تسجيل الأعضاء؟ حتى كلها بعدين بالنهاية تملكني موقع إلكتروني أو تملكني بريد الإلكتروني. إذا السلعة لا يوجد سلعة حقيقية، أو تكون السلعة غير مقصودة بحد ذاتها. السلعة مجرد تحايل للدخول إلى ستار لعبة التسويق الهرمي. الفرق الثاني من ناحية العقد. قلنا أن شركة دي أكسن تقدم عقد والتزامات واضحة للمشتركين الأعضاء، بينما في التسويق الهرمي لا يوجد عقد، أو تقدم عقد صوري ليس إلا. يعني عقد مجرد ورقة ما له قيمة، لا تذكر لا حقوق ولا واجبات ولا التزامات ولا تحديد عمولات ولا أي شيء، مجرد أنه عقد لا قيمة له. بينما شركة دي أكسن هذا هو العقد اللي تقدم الشركة لأعضائها. الآن ننتقل للفرق الثالث في الفروقات بين التسويق الشبكي والهرمي. الفرق أنه الشركة تكون قانونية، يعني ان الشركه مسجله باوراق رسميه ولها سجل قانوني. شركتنا شركه ديكسن مسجله في جمعيه البيع المباشر في امريكا، وهذا يدل انه هي شركه رسميه بخلاف شركات التسويق الهرمي التي ليس لها وجود وليس لها ليست مسجله وليس لها اوراق رسميه. والشركه ايضا شركه ديكسن مسجله في جميع الدول 170 موجوده فيها باوراق رسميه. مثلا فرع الاردن احنا الان نتكلم فيه، حاصله الشركه على رخصه تجارية يحق لها من ممارسة هذا النشاط. بالتالي هذا هو الفرق، هذا عنصر ضروري وهام جدا، وأتمنى أن يصل إلى مشايخنا الكرام، وأتمنى من يصل صوتي أن ينقل هذا الكلام وهذا التسجيل أو هذا الفيديو أن ينقله لعلمان الأفاضل، لأنه لا يمكن أن نخلط بين الأمرين، لا يمكن أن نخلط بين شركات التسويق الشبكي والهرمي وبينهما خلاف كبير. نقطة رابعة هو حق الإلغاء. يمكن لأي عضو من العاملين في شركات التسويق الشبكي أن يلغي العقد في أي لحظة شاء.
أو مجرد إحنا بشركة نتحدث بمجرد عدم شرائك لمدة سنة يلغى العقد بينك وبين الشركة، بينما في شركات للتسويق الهرمي لا يمكن إلغاء الاشتراك. الآن النقطة الخامسة والأخيرة وهي تتعلق بأرباح الشركة، وهذه نقطة هامة جدا. في شركات التسويق الشبكي ذكرنا أن العمولات اللي تحصل عليها هي مقابل نقاط، فكل منتج من المنتجات إلى عدد معين من النقاط، إذا زادت عدد من النقاط تزيد العمولات، في مرحلة معينة تصبح هذه المنتجات جميعها تصبح مجانية، وبعد أن تصبح مجانية تأتي بعمولات. إذن طريقة الحصول على الأرباح هو من خلال بيع هذه المنتجات، من خلال الترويج لهذه المنتجات. أما في شركات التسويق الهرمي تعتمد على الشبكة اللي تسجلها، لأن هم ما عندهم أصلاً أساساً هم ما عندهم منتج يروج له، أو يكون المنتج الذي يروج له ليس له قيمة. يعني منه شخص، أي شخص من الحضور أو من السامعين ممن يصله صوتي ممكن الآن يشتري ساعة $1,000، لأن هذه الساعة ممكن تكون ماركة وتستحق فعلاً، بس إذا كانت ساعة عادية هو بإمكانه مثلاً يشتري $5 من السوق ساعة ثانية، بالتالي هو غير مضطر أنه يشتريها $1,000. فهذه السلعة التي وضعت ليس لها قيمة، مجرد تحايل، وما هي إلا ستار للدخول في هذه اللعبة. وللعلم أن التسويق الهرمي العلماء أجمعوا على تحريمه، والدول أجمعت على محاربته، فهو محرم شرعا ومحارب قانونا.